المقدم علي نور الدين كان في أجازة من أسبوع، وزي ما حضراتكم عارفين الجريمة تمت امبارح بالليل. كل التحريات اللي اتعملت والمعلومات اللي جات لنا بتقول إن المقدم علي نور الدين ما كانش ليه أي أعداء، يعني الموضوع غالبا مش شخصي. لسه خطوة معايا، ما تقلقش، الفيلم لسه بادئ، كانوا شغالين إعلانات. إيه؟ هو قال لي إيه؟ وعايز منك تقتل وسط ولاده، يا ريت يبقى عندك إحساس بالمسؤولية وتحاول تتصرف بجدية شوية. خليك في حالك يا باشا، فكك مني بقى بدل ما أنت عايش تتضرب لفاهيتك كده. بس عمال يقول لي صح وما يصحش وعامل لي فيها مش عارف ايه، هو اصلا راسم انه متاثر، لكن بقى في الحقيقه انا اللي متضايق، انما انت حته حلوفه. تقرير الطبيب الشرعي افاد ان الوفاه كانت نتيجه نزيف حاد بسبب الاعتداء على المقدم نور الدين بآله حاده. وده تقريبا هو نفس التقرير اللي جالنا عن الكريمتين اللي حصلوا الشهر اللي فات، واللي راح ضحيتهم المقدم صلاح عبد الحي والرائد عبد الحميد البشوتي. ماتوا بنفس الطريقه وبنفس السلاح وبنفس الملابسات. ونفس المهنه، كلهم ظباط. احنا كنا معتقدين كده سعادتك في الاول، لحد لما المباحث بعتت لنا التقرير بتاع الدكتور النجيري دكتور المخ والاعصاب، مات بنفس السلاح وبنفس الطريقه. وده ليه علاقه بالظباط اللي ماتوا؟ احنا مش هنقدر نقول كده سعادتك، لان الظباط الثلاثه اللي اتقتلوا من عندنا كل واحد فيهم من اداره مختلفه، والدكتور شريف النجيري ملوش اي صله بظباط. استمر في التحريات وهتوصل لحاجه ان شاء الله سعادتك. طب احنا وصلنا لايه لغايه دلوقتي؟ والله سعادتك ما نقدرش نقول ان احنا وصلنا لحاجه، بس دكاترة الطب الشرعي وصلوا لتفصيلة مهمة جدا ممكن تخلينا نضيق دايرة البحث. القاتل أشول، وده واضح من عمق الجرح وزاويته والوضع اللي لاقيين عليه الجثث التلاتة. وفي أي مشتبه فيهم؟ والله سعادتك إحنا عندنا تلاتة مشتبه فيهم. المشتبه الأولاني سيد النمر، بلطجي وهربان بقاله 3 سنين وبيسيطر على مجموعة من العصابات الإجرامية، وأنا أعتقد إنه عنده دافع إنه يقوم بالجرائم دي، لأن في خلافات بينه وبين قيادات أمنية، ده غير إن في عملية بحث اتنفذت قريب وكانت على وشك القبض عليه وكانت بقيادة الرائد عبد الحميد البشوتي، فأنا أعتقد إن هو بينتقم. المشتبه الثاني سعادتك هو أحمد العراقي، ده أمير تنظيم جيش الجهاد، والتنظيم ده بالفعل قام باغتيالات 6 ضباط في سيناء. المشتبه الثالث بقى هو ناجي الخليلي. ناجي الخليلي مجرم من أصول عربية، متعدد الجنسيات، والانتربول أمر بالقبض عليه من 5 سنين، وهو رئيس عصابة دولية بتتاجر في المخدرات والدعارة وخطف البنات من روسيا والاتجار فيهم. أوبا حلو ده، أركز أنا معرفة كده بقى. ناجي وصل مصر من 2 سنين واتقبض عليه، وحاول إنه هو يفاوض على معلومات عنده خاصة بقضية لها علاقة بالجماعات إرهابية هو كان بيبيع لها سلاح، وطلب إن احنا نفرج عنه ويشتغل في سيناء، وطبعا طلبه قوبل بالرفض. ناجي هو يعتبر المشتبه الرئيسي في القضية دي، وده لأن في جهة سيادية مصرية طلبت معاونته في عملية أمنية في أوروبا، وأعتقد كده إن كان في وعد بحاجات تتقدم له، وأعتقد برضو إن الوعد ده ما تنفذش، وده اللي ممكن يخليه ينتقم. عندنا أي تفاصيل لحد ليه بيصير في مصر؟ إن شاء الله سعادتك في خلال 24 ساعة جايين نكون وصلنا لكل الناس اللي هو اشتغل معاهم وليه صلة بيه. طيب أنا مش عايز أي كلمة من اللي قلناها تتسرب للإعلام، مش عايز أي حد يربط بين الجرائم دي بأي شكل من الأشكال. البلد مش ناقصة إشاعات وانفلات أمني. عشان نحمي نفسنا فعلا من المشاكل دي لازم نوصل للجاني الحي في أسرع وقت. أنت عليك شغل كتير ومسؤولية كبيرة، يعني لو أي جريمة تانية حصلت أو أي ضابط اتعرض للقتل هيبقى جزء كبير من المسؤولية واقع علينا إحنا، لأننا معرفناش نقبض على الحيوان اللي ارتكب الجرائم دي. اسكت اسكت. بعد إذن سعادتك يا فندم. اتفضل. استغفر الله العظيم. حظبط والله. أنا بعد إذن سعادتك عملت شوية تحريات كده ووصلت النظرية ليها علاقة بمجموعة الجرائم اللي تمت. أعتقد إنها ممكن تساعدنا جدا إننا نوصل للجاني الحقيقي. وساكت ليه من الصبح؟ ما تتكلم. سعادتك أنا عملت دراسة عن مجموعة الجرائم اللي حصلت خلال 3 سنين اللي فاتوا تقريبا. طب يا ابني مش عرفنا بنفسك الأول؟ أنا آسف جدا يا فندم. نقيب طارق فيصل. طارق فيصل؟ طارق فيصل غلاب؟ ايوه سعادتك. قول يا طارق كمل. زي ما قلت لسعادتك يا فندم هي نظريه كده وانا اطلعت سياده العميد جلال عليها. وقلنا ان الكلام ده مش سليم وقفلنا النقاش تماما. معلش يا جلال خلينا نسمعه. احنا في احتياج لاي حاجه تنهلنا الكابوس ده. بعدين يا اخي مش بقولك اسمعوا الشباب، ادوا فرصه للشباب. اتفضل يا شباب. متشكر يا فندم. من 3 سنين تقريبا تم القبض على تنظيم ارهابي كان ناوي يعمل تفجيرات في اماكن حساسه في البلد،
بعد التحقيق مع امير الجماعه ثبت ان الجماعه دي كانت بتتعامل مع راجل شغال مع المافيا من اصل مصري، محدش كان عارف اسمه، عشان كده اطلقوا عليه اسم حركي. كل التحريات والعمليه اللي تمت عشان القبض عليه اتسمت باسمه الصياد. الصياد وبناء على التحريات يا فندم يعتبر تقريبا هو من اخطر المجرمين اللي تعاملوا مع الامن المصري، ان لم يكن اخطر مجرم جه مصر على الاطلاق. واتقتل، مات عمليه عملناها والملف ده اتقفل خلاص، واللي انت بتقوله ده تضييع وقت، وقلنا الكلام ده 100 مره. استنى بس يا جلال، وانت ايه اللي خلاك تشك ان الصياد ده هو اللي نفذ العمليات الاخيره بالرغم من كلام العميد جلال؟ حاجات كتيره سعادتك، منها مثلا ان الصياد كان اشول وانه قتل اكتر من مره بنفس الطريقه اللي اتقتل بيها الضباط الثلاثه. يمكن حد بيقلده يا فندم. المعلومات اللي موجوده في الملف بتاع القضيه بتاعته بيقول انه اكتر واحد عنده دوافع انه يقتل الناس دي. طب اسمه الحقيقي ايه؟ معرفش يا فندم، ومحدش يعرف اسمه، ومحدش شافه، يمكن ضابط وحيد بس هو اللي شافه، وهو هو نفس الضابط اللي بيقولوا ان هو قتله. بيقولوا؟ انت بتكذب التحقيقات اللي اتعملت؟ لا سعادتك طبعا، بس وارد جدا ان مجرم بالخطوره دي وبالتاريخ الاجرامي ده يكون زور موته يا فندم. وايه دليلك على كده؟ العمليات اللي تمت يا فندم هي الدليل الوحيد اللي موجود معانا دلوقتي. طب انت بتقول ان اسمه مش معروف ومفيش حد شافه قبل كده غير ضابط واحد، طب يمكن يكون اي حد من المشتبه فيهم دول؟ ممكن سعادتك، ممكن. طب ايه بقى الإضافة الجديدة اللي انت أضفتها للقعدة دي؟ خلونا نمشي ورا كل الاحتمالات، ولما نبقى نتعرف على الجاني نبقى نشوف إذا كان صياد، جزار، نقاش حتى. خلوا طارق يسميه التسمية اللي هو عايزها. أنا عايز الموضوع ده يخلص خلال 48 ساعة. تمام يا فندم. خلاص؟ ماشي تمام. يلا. بعد إذن سعادتك يا فندم أنا ليا طلب أخير بس. ليه يا فندم ما نستدعيش الضابط اللي قتل الصياد ونعرض عليه المشتبه فيهم اللي موجودين عندنا، لو طلع واحد فيهم يبقى فندم القضيه خلصت. اوه مفيش فايده، مش هنخسر حاجه يا جلال. بعد اذن سيادتك يا فندم، الطلب اللي بيطلبه سياده النقيب مش هينفع. ليه؟ الضابط اللي قتل الصياد الرائد سيف عبد الرحمن صاحب وزميلي من ايام ما كان بيشتغل معايا، وانا كنت قريب منه في القضيه دي. طب ايه المشكله يا فندم؟ طب ما نستدعيه ونعرض عليه المشتبه فيهم. مش هينفع، لأن في مشكلة صغيرة هتخلي الموضوع ده مستحيل. مشكلة إيه؟